السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج الريفت بنلاقي ان الرندر اللي فيه معقول لحد كبير، بس هو المشكلة اللي بتدي سمعة وحشة لموضوع الرندر في الريفت ان الاعدادات بتاعت الرندر قليلة. ليه؟ لان هو معتمد على الاعدادات اللي انت بتظبطها اثناء ما انت شغال، هي دي الفكرة. فلو انت مظبط الماتيريال بشكل كويس ومظبط اللودنج بشكل كويس هديك الرندر لحد كبير معقول. وممكن تشتغل برندر بتاع الانسكيب ده جميل جدا، وهتلاقي تول موشن برضو كويس، واليومن برضو حلو. النهارده هنتكلم على الفي راي. طيب هدوس انيبل في راي عشان يبدا يفعل لي بقيه الادوات ونبدا نتكلم عنهم بشكل سريع. لو انت ظبطت الاعدادات بتاعت الفي راي هيديك جوده قريبه جدا من الفي راي اللي موجوده في 3 دي ماكس، ورغم ان الفي راي اللي موجود في الماكس والسكتش اب والريفت وبقيه البرامج هو كلهم من نفس الشركه، لكن هتلاحظ ان هو مختلف في الاداء بتاعته ومختلف في الاختيارات. كل برنامج ليه اختيارات خاصه بيه. تمام. طيب هنا بيقول لي بقى انت عايز تعمل ريندر لاني لقطه كارنت فيو ولا اي لقطه من اللقطات اللي موجوده هنا، تقدر تختار اللي انت عايزه. اللقطه اني لقطه اللي انت عايز تعمل لها الرندر بتاعتها، يعني عندي هي حاجات كتيرة. وممكن اجي مثلا في ليفل 1 واقول له ان انا عايز اضيف كاميرا، ومثلا هقف هنا وابدأ ابص كده ناحية التلفزيون، جبالي بالشكل دوت. وتعال نبص على الاعدادات الديتيل، لو انت عايز تخليها فاين تبقى فيه اكتر تفاصيل. وعندنا هنا الكروب فيو اللي هو دوت موجود. طيب عندي الفار كليب اوفست، هو هنا مثلا 34 متر. طيب لو خليناه 3 متر هيحصل ايه؟ اي حاجه ابعد من 3 متر بتختفي. تمام. طب خليها 6 متر تبدا الحاجات تظهر معاك. طيب يبقى خليها منطلقه بحيث انها تجيب لك ما بعد الحقد. طيب عندي هنا الاي الفيشن والتارجت الفيشن، انا بفضل ان الاثنين يكونوا زي بعض، يعني هتخليهم متر خليهم متر، 2 متر 2 متر اي حاجه، بس المهم ان الاثنين يكونوا زي بعض. لما بتغير وتخلي فيه هتلاقي الخطوط ما بقتش مستقيمه مع الخط الخطوط الخارجيه، فبتلاقي المشهد ايه بقى غريب شويه، فخليها هما الاثنين زي بعض هتلاقي الخطوط كده بقت احسن، ما بقتش بتهرب من اللوحه. طيب نرجع للفي راي، فممكن تقول له احنا عايزين الكرنت فيو دوت، عايزين المشهد دوت. تقدر تختار اي مشهد انت عايز ان انت تعمل له الرندر بتاعك. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل رندر اهوت. خلي بالك احنا ما عملناش حاجه، فالرندر اللي هيتعمل في الريفيت هو هو اللي هيتعمل في الفي راي. ليه؟ لان احنا ما ضفناش الخامات بتاعه الفي راي، وما ضفناش الشمس بتاعه الفي راي، وما فعلناش اي حاجه بتاع الفي راي، فمفيش فرق. تمام. عندك هنا رندر برودكشن او انتراكتيف، ده هيبدا يعمل رندر للقطه، ده هيعمل لك رندر، واي تعديل هنعمله هيبدا يظهر في قلب الشاشه بتاعه الرندر. طيب الشاشه اللي ظهرت ديت نقدر نتحكم فيها، اللي هي هنا شو هايت فريم بافر، ولو دوس على السهم هيبدا يجيب لك الفي راي رندر بروجريس، وتقدر تحركها على جنب. دي البافر هي ظهرت لنا. لو انت جيت هنا من السهم دوت تقدر تختار شو هايد فريم بافر، تشوفه او متشوفوش، والجزء الخاص بيه الشو هايد ريندر بروجرس، وخلينا ننزله. وطبعا هو طول الوقت هيبدأ يعمل ريندر بالشكل دوت. ليه؟ لان احنا بنعمل خلينا انتراكتيف. تمام. لو اخترت برودكشن كل شوية تدوس، ممكن تقول له احنا عايزين نعمل على الكلاود بتاعت الشركة، فيبدأ يرفع الملف ويبدأ يعمل له الرندر هناك. طيب هنا بقى بتختار الكواليتي، فعندك طبعا احنا بنبدأ باللو ونبدأ نعدل لحد ما نوصل لشكل معقول وماتيريال معقولة، وبعد كده نقول له طبعا اعمل بقى الرندر النهائي اللي احنا هنبعته للشركة. بعد كده بنلاقي الريزوليوشن، كل ما بتعلي الريزوليوشن ده هيديك جودة أعلى، لكن في المقابل هياخد وقت أكتر. فهتقول له احنا عايزين بقى نحافظ على مثلا 1:1، ده 4:3، 5:4، بحيث انها تبقى مثلا
على شكل مستطيل، الجزء ده هو الكبير او الجزء ده هو الكبير، ممكن تقول له كاستم، وهنا ممكن تقول له دي انا عايز 8000 و6000، بس في المقابل هتاخد وقت كتير. طبعا لو برينتر بتغير المقاسات، تمام، ده تعتبر اقل الاعدادات، فما تفاجئش ان الجوده قليله. المفروض الريندر يبقى اسرع من كده، بس عشان انا بسجل فيديو هتلاقيه بياخد وقت. طيب ارتفيشال لايت ما فيهوش اي اعداد خالص، ده بيقول لك فعل الاناره بتاعه اللمبات او اللايتنج، هي لمبه وجمعها لمبات، لمبه لمبات لندا، المهم يعني. طيب الفي ري بتلاقي ممكن تقول له انا مش عايز اي نوع من انواع الشمس، في ري سان، هيقول لك بقى انت عايز اني لايت تايب، فيري سان ولا دوم لايت، بكأن في قبة كبيرة فيها الشمس والاعدادات بتاعتها، وكل الحاجات دي احنا بنقدر نتحكم فيها، بحيث حاسس ان انت عايز تزود الانارة مثلا، فتقول له لا طب خليها 3 وهكذا. السكاي طبعا ده منظر، يعتبر منظر داخلي، فهتلاقي الاعدادات مختلفة شوية، وهنظبط برضو الإنارة من الجزء اللي هو خاص بالصن تحت، هنشوف مع بعض نظبطه ازاي. هنا بيقول السكاي موديل ممكن نخليها كلير أو نخلي فيه سحب وهكذا. ميزة السكاي اللي موجود في الفيري إن هو حقيقي، ميزة الماتيريال اللي موجودة في الفيري إن هو حقيقي، يعني الناس صورت بالكاميرا صورة حقيقية وخدتها وتعاملت معاها بحيث إنها تبقى جزء من المشهد، تمام. فأنت بتلاقي دقة أعلى بكتير من الاعدادات العادية اللي موجودة في الريفت. طيب انا هقول له صن، هقول له صن سيتنج، اللايتنج دي وهمي، ما حدش يشتغل بيها خالص، تمام. لا اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي الستيل، تبدأ بقى تختار الدولة بتاعتك وتقول له الوقت اللي انت عايزه، ده مثلا يوم ايه في شهر ايه ساعة كام وهكذا، واني دور هو الجراوند، وهل انت عايز الاعداد بتاعت الصيف ولا الشتاء ولا الربيع ولا الخريف، ولا انت عايزها عشان sun analysis، فممكن نخليها مثلا ايه الربيع، او بلاش الربيع عشان في ناس ما بتحبش الربيع، خليها الخريف، تمام. شايف حرب طائفية بين الصيف والشتاء، والناس هتطلع على بعض بسكين، الناس بتحب الصيف والناس بتحب الشتاء. طيب مش مشكلة، طيب الاسيت اديتور دي بقى انت بتشوف ايه الخامات اللي انت عايز تضيفها لملف الريفت بتاعك، تمام. على فكرة الموضوع هيكون اسرع معانا لو احنا وقفنا الفيري، بس انا مفيش مشكلة نستحمل شوية، نستحمل بعض، الكنبة اللي ورا بتاخد 5 مش مشكلة. ظهرت الشاشة بتاعت الاسيت اديتور، مفيش ولا حاجة موجودة. طيب خلينا ندوس على السهم دوت، هو بقى هيدور على الماتيريال الموجودة، وندوس على السهم دوت، يعني في سهمين بتدوس عليهم وينفع ان انت تدوس تدخلهم تاني. هو هنا بيعمل تشيك على لو في ابديت على اللايبرري فايل، وممكن تعمل كريت اسيت. ان شاء الله كل حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها النهارده هندخل فيها بالتفاصيل بعد كده، لكن فعلا الماتيريال اللي موجوده في الفيري اعلى بكتير جدا من الماتيريال اللي موجوده في الريفيت، ان شاء الله تجربوا وتصدقوا. يعني ظهر لي كده الماتيريال، فانت ممكن تعمل سيلكت على اي ماتيريال وتضيفها للماتيريال الموجوده في المشروع، بحيث ان احنا نضيفها من ابيرنس مانجر ونعمل ريبليس للماتيريال الموجودة. ممكن نشوف ايه الماتيريال الموجودة ونحط الماتيريال الموجودة في الفيري. ده الستون، ممكن تقول له مثلا في ماتيريال معينة انا عايز اضيفها، اد تو سين، هنضيفها للمشهد دوت اهوت. ودي بقى الخصائص بتاعتها، الريفليكشن الانعكاس، الريفليكشن الامتصاص او الانكسار، الاوباستي، كل دي خصائص
للقطات اللي احنا ممكن نحتاجها. هتلاقي حاجات ميتال، هتلاقي في حاجات زجاج، وهتلاقي كمية كبيرة جدا وتفاصيل وحاجة أقرب للواقع. طيب بعد كده هروح بقى لأبيرنس مانجر. هو هنا جايب لي الماتيريال اللي موجودة، بس انا عايز حاجة معينة، فممكن ادخل جوه الفلور واعرف الخامة دي اسمها ايه، او بكل بساطة ممكن اقول له انا هديك السيرفيس وانت تعرف لي ايه الماتيريال اللي موجودة ديت وتديها لي. فهو بيديك الماتيريال دي، وانت اوتوماتيك بتبدأ بقى ايه تقول له طب الماتيريال دي اللي هي فينش اكستيريور احنا عايزين نغيرها بالماتيريال اللي موجودة هنا، فتقدر تغيرها بأي ماتيريال اللي انت شايف انها انسب ليها، تمام. وفي اي لحظة ممكن تلغيها وتقول له لا ده انا عايز ماتيريال تانية. ممكن مثلا نيجي كده ماتيريال واقول له ان انا عايز اضيف مثلا الماتيريال ديت، اي ماتيريال اللي انت شايف انها عايز تغيرها، وهي هتتغير ان شاء الله في المشهد، مجرد ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز اديها الماتيريال الفلانية. او ممكن اوبجكت وتختار اوبجكت وتبدله باوبجكت اخر. ممكن تختار مثلا ال التلفزيون وتغيره بحاجة تانية اوبجكت. كتش مثلا تكون عندك حاجة تانية، أي عنصر تروح مبدله بيه. اكسبوجر بدل ما تقعد تعيد دي ممكن يعدل لك، يفتح لك الإعدادات اللي هي خاصة بالكاميرا. فتفتح شوية مثلا للضوء ان هو يدخل للقطة بتاعتك وهكذا، تمام. ده المود ستاندرد، ممكن تغير، ممكن الاكسبوجر، ممكن الوايت بالانس تعدل فيه الحاجات دي زي ما انت عايز، او ممكن تخليها اوتو. نبص على السيتنج الموجودة. طبعا كل الحاجات دي نقدر نتكلم فيها بالتفصيل، بس ايه هتبان معانا مع الشغل الحقيقي، الحاجات الخاصة بيه الريندر والحاجات الخاصة بيه، الشانل، الانفايرمنت. هنا الشانل تقدر تفعل حاجات فيهم، مثلا في حاجات خاصة باللايتنج تقدر تفعلها ان انت تشيل الضوضاء، اللايت اناليسيز. الحاجات الخاصة بيه الانفايرمنت، الباس شيرنج، الاتنين التانيين دول نادرا لما حد بيقرب منهم، اللايسنس والسويرم وهكذا. ان شاء الله على القناة كل شوية هننزل، يعني نكون بنعمل مشروع نخش نطبق عليه عملي موضوع الفيري دوت.